مطربة صاحبة صوت مميز ورخيم، بتتميز باختياراتها الفنية الذكية اللي دوماً بتفاجئ جمهورها، فاختياراتها دائماً غير متوقعة لكنها مميزة جداً. التقينا المطربة الفلسطينية بانا على هامش مهرجان هي للفنون علشان نتحدث معها عن أعمالها الفنية. في البداية سألناها عن شعورها عن غنائها في مصر للمرة الأولى. أنا فنانة فلسطينية وهي أول حفلة بقدمها بمصر. أنا فنانة مع شركة Universal Music مينا، وأنا أغنية الخاصة عربية، ولكن أنا حدا بغني كذا لغة وكذا جانرا، وكتير مبسوطة أنه أنا معكم اليوم. لح أقدم، أنا عندي 8 أغاني خاصة ولكن لح أقدم 3 منهم، والعرض اللي عم أقدمه اليوم اسمه موسيقى بين الشرق والغرب. فنحن عم ندمج بين الموسيقى الإنجليزية أو الغربية الكلاسيكية والموسيقى العربية، دمج من خلال الموسيقى نفسها، من خلال الكلمات. فإن شاء الله هيك شو لأول مرة يمكن الناس رح يسمعوا هيك شيء، إن شاء الله يا رب يعجبون. مبسوطة كتير كتير كتير. أنا قدمت حفلات يعني بكل البلاد العربية، ولكن ما كان عنا فرصة أنه نقدم شيء لأنه أكيد الكورونا والوضع اللي مرقنا فيه. فمعظم أغاني الجديدة أغاني مصرية، وأكيد بيشرفني. أنا بحس مصر عن جد بلدي الثاني. مصر بتعطي شعور هيك من أول ما تدخلي على المطار، الناس وطيبتهم، فما بعرف، بحس انتماء كتير حلو لهالبلد الحلو. فشعور كتير حلو وهيك متحمسة أكون على المسرح اليوم وأشوف الجمهور وأشوف أكيد رياكشنز للجمهور. وعن كواليس الكليب اللي قامت بتصويره أونلاين خلال فترة الحظر. القعدة الحلوة صراحة يعني ما كانت أبداً على البال، كان وقت الكورونا والأزمة اللي إحنا كنا فيها، ما كان أي فنان عم بينزل أغاني بهداك الوقت، ولكن أنا صار معي ملل، فقلت أكيد يمكن لازم، يعني بحس إنه الفنان وظيفته أو مفروض يكون إلهام أو يحاول يقدم شيء إيجابي للناس، فحسيت فيها مسج كتير إيجابي. اشتغلنا عليها بمصر، سجلت أنا بالبحرين وين أنا مقيمة. قررت كمان أنه ضروري ينزل فيديو كليب، ولكن بهذاك الوقت كان في ليمت أنه كم حدا فيه يكون بالست أو بالستوديو. قررت أصورها بالبيت، اشتغلت مع مخرج اسمه شريف ترحيني، كان هو بألمانيا، كان معنا أونلاين عم بيصور، ويعتبر أول فيديو كليب يمكن تصور أونلاين بالشرق الأوسط بهالكواليتي أو بهالأسلوب اللي تصور فيه. شيء كان كتير لذيذ، انبسطت فيه كتير، وعن جد لأنه كان ملموس وكتير شفاف، الناس بعتقد حبوا الأغنية. ما فيها تكلف، يعني البنات اللي عم بتشوفون بالكليب أصحابي، حتى كل التيم كانوا أصحابي، فهيك انبسطنا. بروجكت كان كتير حلو. عرفنا إنها بتتقن الكثير من اللهجات العربية، كم عددها وأي الأقرب لقلبها؟ أنا بحس أنه كتير تقدم أعمال للانتفاضة وللقضية الفلسطينية. الأغنية اللي عم بقدمها باللكنة الفلسطينية هي عن البلد، ولكن هي عن خبرتي أو أنا اللي حسيته لما زرت فلسطين لأول مرة. كان عندي حفلة بال2019، وأنا دائما كنت أقول فلسطينية وأحس أنه عندي انتماء، بس كتير غير لما الواحد بيكون ببلده. فصار عندي شعور كتير حلو، عم قدم أكتر فلسطين بصورة خلينا نقول إيجابية، الأشياء الإيجابية اللي أنا مرقت فيها. أغنية جداً إيجابية، فيها فرح فيها، فما بعرف، بس تسمعوها رح تحسوا تقريباً باللي أنا حسيت فيه بس زرت فلسطين. وما ننسى نسألها عن جديدها في عالم الغناء. كان عندي أغنية من جديد نزلت من كلمات وألحان عزيز الشافعي، اسمها صح يا رايقة. انبسطت كتير بالأصداء، نزلت على الراديوهات وعلى التيفيات، وكانت بكذا توب 10، قائمة توب 10 بالعالم العربي، والحمد لله يعني شيء أنا كتير مبسوطة فيه. عندي أغنيتين رح ينزلوا قبل نهاية السنة. في أغنية كمان باللكنة المصرية اسمها مجنونة، أغنية عن جد مجنونة كلام ولحن. في أغنية رح تنزل باللكنة الفلسطينية كمان قبل نهاية السنة، حنصورها بفلسطين، وهي أول عمل يمكن فلسطيني أنا رح أقدمه. فإن شاء الله يا رب هيك قبل نهاية السنة تسمعون. وما فوتنا الفرصة وطلبنا منها تغني لكاميرا ليالينا مقطع بصوتها المميز. ممكن مقطع صغير، يلا. أنا أعقل من أعقل وحدة، وأجن من المجاني،
أنا أصلاً مودي بيتغير كل دقيقة دقيقتين، وساعات ببقى سعيدة وفجأة يتحول وشي حزين، وأنا بضحك وفي نص الضحكة بوزي بيضرب شبرين بس. Thank you حبيبتي، شكراً كتير، شكراً كتير ليالينا، وشرف بهذا اللقاء. Thank you so much.